هذه بعض ملامح الريف المصري كما نشاهد. المزارعون كل في حقله، ونحن نتحدث عن طريقة زراعة الأرز بالشكل. ما نشاهده هو قيام العاملات بزراعة الأرز. هذه طريقة زراعة الأرز بالشكل. كما نشاهد العمال يقومون بزراعة شتلات الأرز في جوار في وجود الماء. الطريف في الموضوع ان هم يعني ايه التقدم الى الخلف، الزراعة يا العاملات يزرعن وتراجعن للخلف. كما نشاهد يتم الزراعة ثم التراجع الى الخلف لعدم تدمير ما تم زراعته. يقوم العمال بزراعة شتلات الأرز في جوار في وجود الماء كما نشاهد. بحيث يتم وضع 4 إلى 5 بادرات في الجورة الواحدة، وتكون المسافة بين السطور 15 لـ20 سنتي، والمسافة بين الجور 15 لـ20 سنتي. ويراعى أن تكون نباتات السطر الواحد متبادلة مع نباتات السطر المجاور. إذن هذه عملية طريقة الشتل، حيث قام المزارع صباح اليوم بتمليخ الشتلات أو تقليع الشتلات ثم توزيعها في الأرض بهذا الشكل، والذي نقول عليه الترحيل. هذه عملية الترحيل. تم تقليع الشتلات أو التمليخ ثم توزيع على الأرض بهذا الشكل اللي هو الترحيل، ثم يقومن العاملات بهذا بزراعة شتلات الأرز كما نشاهد. يبقى هنا المزارع كما ذكرنا قام المزارع صباح اليوم بتمليخ النباتات، والتمليخ هو تقليع نباتات الأرز وهي في طور البادرة وعمرها حوالي من 30 إلى 40 يوم. حيث تكون طولها حوالي 20 سنتي ولا تكون السقان الهوائية قد استطالت بعد. وعملية التمليخ تجرى عملية اقتلاع النباتات أو التمليخ في وجود الماء وبواسطة رجال متدربون أو عمال متدربون يقومون بعملية التمليخ اقتلاع نباتات الأرز. بعد ذلك يتم توزيع نباتات الأرز أو الشتلات بهذا الشكل اللي هو الترحيل أو نقل الشتلات. وبعد أن نجهز الحقل المستديم كما نشاهد تفرد، يتم تفريد النباتات به كما نشاهد اللي هي عملية الترحيل، ثم يتم عملية الشتل. ثم تتم عملية الشتل والتي يقوم بها عمال متدربون كما نشاهد. وعند وبهذه المناسبة
هذا حقل تم الانتهاء من شكله منذ دقائق كذلك. هذا حقل تم الانتهاء من شكله وعلى المسافات التي ذكرناها من 15 إلى 20 سنتي. مرة أخرى توجد ثلاث طرق لزراعة الأرز، الطريقة البدار ثم الطريقة الشكل، والتي نشاهدها هنا هذه طريقة زراعة الشكل أو زراعة الأرز بطريقة الشكل، وهي أضمن طريقة أو يقال أن هي بتعطي محصول أكتر وتوفر في المياه وتوفر في كميات التقاوي. هذه طريقة زراعة الأرز شكلا. يبقى في طريقة بدار، طريقة زراعة بالشكل، وهناك طريقة أخرى وهي زراعة بالآلة أو زراعة الأرز بالآلات أو الميكنة الزراعية. هذه هي مرة أخرى طريقة زراعة الأرز بالشكل. ويتميز الأرز أنه يعطي خلفات كثيرة، وتخرج الخلفات من البراعم الموجودة عند العقد السفلية المتزاحمة الموجودة عند مستوى سطح التربة، وعدد الخلفات في النبات الواحد تختلف حسب الأصناف. يبقى إذن مرة أخرى هذه النباتات الشكل يعني توجد مسافة لا تقل عن 20 سنتي. هذه المسافات تملأ بالخلفات حيث تخرج الخلفات من البراعم الموجودة عند العقد السفلية المتزاحمة الموجودة عند مستوى سطح التربة، وعدد الخلفات في النبات الواحد تختلف حسب الأصناف. وإن شاء الله نورة الأرز عنقودية سائبة محمولة على السلاميات الطرفية للساق الأصلية والخلفات. ونورات الأرز تتكون بعد إنبات الأرز بمدة تتراوح من 60 إلى 80 يوم. يا سادة، الأرز محصول ذات التلقيح. يبدأ انتشار حبوب اللقاح والتلقيح الذاتي في زهرة الأرز بعد خروج النورات من الغمد بفترة قصيرة، وبإتمام التلقيح يتم أيضا الإخصاب وتكوين الحبوب. ربنا يعزك ويبارك فيك. إذن هذه عملية شكل الأرز أو عملية قيام العمال بزراعة الأرز. وجدير بالذكر أن نتحدث عن فوائد ومميزات طريقة الشكل. تمكن من الزراعة المبكرة. طريقة الشكل توفر من ثلث إلى ثلاث أرباع كمية مياه الري، وكذلك تكاليف عملية الري. عملية الشكل توفر كمية التآوب واقع 1 إلى 1.5 كلا للفدان. عملية الشكل تعمل على تنظيم توزيع الشتلات في الحقل المستديم، مما يساعد على التفريع الجيد وعدم ازدحام النباتات في منطقة وخفتها في منطقة أخرى. وأثبتت التجارب زيادة كمية المحصول الناتج من الزراعة بطريقة الشكل عن الزراعة بطريقة البدار. تمكن طريقة الشكل من الزراعة المبكرة
وهذا التبكير. وهذا التبكير لا يكون على حساب التخلص مبكرا من المحاصيل الشتوية، بل تكون هناك فرصة أمام هذه المحاصيل كي تنضج تماما، خصوصا القمح والشعير وتربية البرسيم اللي احنا بنقول عليها الزريع. طريقة الشتل تعطي الفرصة لخدمة الحقل المستديم قبل الشتل، خدمة جيدة من حرث، تعريض للشمس، تسميد، تلويط جيد إلى آخره، كل ذلك أثناء نمو بادرات الأرز في المشتل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. ما بقى كده، هو